طب السيد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، يعني هو داخل بصفته رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، يعني لو كريستوفر كولومبوس مسك اتحاد اليد الدولي هيجي يبقى عضو في لجنه التحكيم دي؟ انا عاوز يعني عاوز حد يفسرها لي. يقول لك ده عشان اعلام اعلام الرياضه المصريه. طب الرياضه المصريه مليانه اعلام، مليانه ناس كتير ماسكين 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 مناصب دوليه، دكتور عمرو علواني مثلا، دكتور وجيه عزام مثلا، وفلان 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 في الاتحادات الدوليه، اشمعنى الدكتور حسن مصطفى؟ شوف يا اسامه، دي حاجه انا انا بس حاجه غريبه قوي اللي انا اعرفه ان الدكتور حسن مصطفى دايما بيحب الكره رقم واحد، ازاي اصلا يوافق ان هو يبقى عضو في لجنه في لجنه يعني رقم خمسه ولا رقم سته في المجلس؟ لا هو انا كمان يعني كل المصالح كلها انا كمان تعقيبي مش بتتطابق مع بعض، يعني تعقيبي مش على الدكتور حسن مصطفى بس، الـ كمان على الكابتن عصام عبد المنعم. يعني كابتن عصام قيمه كبيره جدا سواء على المستوى الرياضي او على المستوى الصحفي. انا على المستوى الشخصي شايف ان هو كان المفروض لو احنا هنختار كابتن عصام كان اولى ان هو يكون رئيس اللجنه. مش لا هو رئيس اللجنه بيجي بصفته ان هو رئيس لجنه اولمبيه، يعني رئيس مركز التحكيم. خلينا افترض معاك ماشي اسامه، لو في انتخابات اللجنه الاولمبيه لم ينجح هشام حطب. لا هو قال لك مؤقتا، ما انا ده سؤال انت مهم جدا برضه انت كنت عاوز يعني خليها مؤقتا. اه مثلا يعني هو لو النهارده مجيحش. طب النهارده لو الاحكام اللي خدها هشام حطب هتمشي ولا مش هو قال لك؟ هو انا سالت السؤال ده قال لك ده هو مؤقتا لغايه الانتخابات، ده هو مكتوب هنا اربع سنين بالظبط. ما انا بقول لك عشان كده بقول لك ساعتها بقى يطلع جراب الحال. لا انا اقول لك بقى ان انا بطوع بيه اللوائح والقوانين حسب مصلحتي او حسب ما انا عايز، ساعتها بيطلع بقى القانون افسر ده وما افسرش ده أنا. واعمل ده أنا. زي الماده بص يا استاذ احمد، زي الماده الرابعه من قانون الرياضه يعني مثلا، اللي هم قاعدين بيخوفونا بيها اللي هي بتقول ان اللجنه الاولمبيه هي اللي تضع اللائحه الاسترشاديه. اصل الماده دي انا حدود علمي انها اصلا ما كانتش موجوده في القانون في مشروع القانون. هي ايه علاقه بس هي وكمان مخالفه للماده الثالثه. عاوز بس ادخل بقى للنقطه المهمه اللي هي موضوع بس انا بس إن ايه علاقه إن ايه علاقه لا ايه علاقه اللجنه الاولمبيه باللائحه الاستشاريه؟ النهارده انت عملت قانون رياضه، قانون الرياضه اسنيت قانون بتدي الانديه والاتحادات حق ان هم يعملوا لوائح. تمام. اللجنه الاولمبيه اشترف في الموضوع، اذا انتقلت الوصايه من وزاره الشباب والرياضه الى اللجنه الاولمبيه. ماشي لما انا بقول لك يبقى انت النهارده بقت بدل الوزاره بقت اللجنه الاولمبيه. يبقى النهارده انت ما عملتش اي حاجه زي ما احنا يبقى احنا لا عرفنا نستفيد من القانون اللي احنا بدانا نتغنى به. النهارده في شخص معين واحد فقط، مش كل الناس اللي انت اتكلمت عنهم في اللجنه الاولمبيه، واحد بس هو اللي حط القانون بتاع سوري هو اللي حط اللائحه الاسترشاديه في اللجنه الاولمبيه، شخص واحد فقط. تمام. فقط وانا عارف انا بقول ايه، وتم تعديل بعض البنود عليه بعد شكوى للاتحاد الدولي، ورئيس الاتحاد الدولي اتكلم مع الدكتور حسن مصطفى وقال له يا دكتور انتوا بتتكلموا في قانون واحنا بنتباهى ومبسوطين ان مصر بقى فيها قانون. ايه اللي حصل؟ النهارده عاملين مواد على الهوا ليه؟ فالناس كلموا بعض فرجعت تاني شالت المواد دي. يبقى النهارده انت بتتكلم في تفصيل تفصيل لوائح شخصيه. انا كان الاولى باللجنه الاولمبيه بصفه ان ليها تدير ان هي تترفع عن كل هذه الامور وتعطي للانديه والاتحادات والجميع حقك، اعمل لائحه اللي انت عايزها، تحط 8 سنين، تحط 10 سنين، تحط 50، انت حر. انا بقول لحضرتك طيب في البدايه في ما انا بس هكمل لك تعظيم دور الجامعه العموميه. انت كده انت سحبتها يا اسامه الدكتور، انت كده انت كده يا اسامه الدكتور حسن مصطفى هيحضر الاجتماعات دي؟ يعني النهارده لو في شكوى الدكتور حسن مصطفى هيحضرها؟ يعني هيجي بشكل مستمر من سويسرا او على حسب ما هو موجود عشان هو قال لك تشكيل ده يعني المركز التحكيم ده مش هو اللي مش اللي هيصدر القضايا وكده، ده في اللي هو هيناقش يعني هنناقش ده مجلس بس هو اعتقد ان هو ده اللي هيدخل على زي مشاكل. لا انا هناقش على اونلاين يعني لا. يعني هنبعت لبعض على يعني على الواتساب ونشوف. بص يا احمد، هو الاهم ده كله انا بس بكلمك بصفتك ان انت متخصص في الالعاب اللي انت بتقول ان هو بيقول لي ده كابتن فاروق تعظيم دور الجمعيه العموميه. تعظيم دور الجمعيه العموميه ده ازاي؟ لا ما فيش دور للجمعيه العموميه، انت كده انت بتعمل اللي انت دلوقتي وبتجبرني عليه. انا بس عايز الكلام اللي بتقوله ده اروح بيه للنادي الاهلي. تمام. جمعيه العموميه دخلك انا في النادي الاهلي بقى كمثل من الامثله. انا دخلك في النادي الاهلي بنتكلم فيها. الماده الثالثه من القانون بتقول ايه؟ تتولى الجمعيات العموميه للجنه الاولمبيه واللجنه البرلمبيه والاتحادات الاولمبيه واعضاء الجمعيات العموميه للاتحادات الاولمبيه. اعضاء الجمعيات العموميه للاتحادات الاولمبيه اللي هي الانديه، لا الاهلي بقى والزمالك وباقي الانديه، وضع لوائحها ونظمها الاساسيه. جميل. بما يتفق مع الميثاق الاولمبي والقانون. جميل.